عجينك يمكن تعملوا سكرامبلد ايجز. اول شيء لازم تجيبوا بيض بلدي، تاكدوا انه بلدي. القشرة تحطوها فكة، جيبوا كيس او ايش عشان تحطوا فيه. اقل اشي لازم تحطوا بيض 3 بيضات، لانه لما يقوم بيقل. عندنا كمان بيض، شوفوا كتبكم. بس يصير زي هيك، تيجوا هون بعدين لازم تقطعوا الزبدة تحطوها بالمقلب. تشغلوا النار على نار عالية، جيبوا زبدة زاكر بيأثر على الطعم. بعدين بتخلي الزبدة تكون حوالين المقلب، بس تيجي زي هيك حطوا النار، بعدين نخفقوه شوي. آخر اشي بعدين تعلي النار شوي. مسي زي هيك تعرفوا انه خلص، بس هاي بدها هيك شوي. خلص بتجيبوا صحن.